الفترة الفلانية. ديت الحتت اللي انا متاكد ان هو عارف ان هي ممكن تكون تاخد فراغات وهوا، ونقابلكم بعد ما تنشف. تحذير مهم جدا يا جماعه، بالنسبه للمصلب وماده المسرع او معجل التصلب اللي هي الماده البنفسجي ديت. الماده ديت يا جماعه، الماده ديت لو جت جنب المصلب والبوليستر مادة خطر جدا، ممكن تولع، لذلك لازم نشيلها في مكان بعيد عن المصلب والبوليستر، او بمعنى صح يفضل ان احنا نحط الثلاث المصلب والبيجمنت والسيليكون، ثلاثة ما يبقوش جنب بعض، حتى لو حصل ان مثلا ازازة اتخرمت او حصل فيها تلف، الاثنين ما يختلطوش على بعض وتحصل حريقة، لانه بيشتعلوا بيولعوا. ده كان تنبيه مهم جدا. هنسيب الفرم تنشف ونتقابل في حلقة تانية ونوريكم ازاي هنطلعهم بسهولة، او ممكن نكمل الفيديو ده لحد 15 دقيقة تقريبا. دلوقتي يا جماعة عدى نص ساعة بعد الصب، هي بدأت تجف ولكن ليس جفاف كامل، لسه طرية، ولكن انا هوريكم بس ازاي هنقدر نخرجها من الجيلاتين اللي احنا صبنا فيه. بالنسبة للحاجات الخفيفة ديت هتخرج معنا بسهولة. بالراحة خالص نبدأ نطلعها. بص الجيلاتين صح ازاي، عشان كان في درجة حرارة، لكن اتمنى يكون القالب شكله كويس. ممكن نبقى عشان احنا صبينا الجيلاتين برضو كثافته مش تقيل قوي، فممكن يكون هو اللي عمل كده. طيب انا عندي فكره تانية، عشان هو كده سايح خالص، هناخدهم الاتنين اللي في الجيلاتين دول اللي تقريبا نشفوا، هناخدهم نحطهم في التلاجة لمدة ربع ساعة ونرجع تاني. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما حطيناها في التلاجة لمدة ربع ساعة في الفريزر، ربع ساعة عشان الجيلاتين يمسك تاني واقدر اطلع الفورمة منها بسهولة، لانها كانت الجيلاتين صح شوية، وده عيب طبعا في الجيلاتين، عشان كده بنقول ان السيليكون رابر افضل بكتير، ولكن احنا بنستخدمه ده اعمل اسطمبة او اتنين مش كتير. يعني زي ما حضراتكم شايفين بطلع الجيلاتينة بالراحة بعد حطيناها في الفريزر ربع ساعة بالراحة، واحدة واحدة عشان ما تتقطعش، واحاول استخدمها مرة تانية اهوت بالراحة، واحدة واحدة ما تستعجلش عشان ما اضطرش ان انا اعيد الجيلاتينه تاني. ادي الشكل طلع اهوت، ما فيهوش اي عيوب، طالع جميل بكل الحروف بتاعته. طبعا الزيادات ديت انا بشيلها وهي لسه طريه، بشيلها بقطره حاجه خفيفه. نشوف الاسطمبه التانيه، برضه نطلعها بالراحة كده نشوف حاجة خالية اطلع بيها. وبالراحة برضو بالراحة خالص كده نطلع حرف
اسطنبول. واحدة واحدة، ما نستعجلش. هذه الاسطمبة الجيلاتين ممكن احتفظ بيها في التلاجة عشان ما تسحش او يتغير شكلها برضو في القالب بتاعها. وادي الشكل طلع ما فيهوش اي عيوب وملمسه ناعم وجميل جدا اكنه سيليكون اهوت زي ما حضراتكم شايفين، جميل جدا وملمسه جميل وناعم وحلو. واسيبه يكمل الجفاف بتاعه. طبعا انا كنت عامل في قالب سيليكون، في قالب سيليكون اهيت اسطمبات تانية سيليكون اهوت ديت نشفت تمام الجفاف، بقدر اطلعها مثل السيليكون ده. احنا قلنا بنقدر نعمل فيه اكتر، نصب فيه اكتر من مرة. وده شكل تاني اللي هو ابو الهول، ده قوالب السيليكون اهيت برضو جميلة طالعة شكلها نضيف حلوة. ما نستعجلش، طلع الحاجة بالراحة واحدة واحدة. ادي شكل تاني. طبعا الزيادات دي وهي لسه طرية كده بحاول ايه بالراحة اشيل الزيادات او الرابي الريش زي ما بيقولوا عليه بسكينة خفيفة او قطر. ادي الشكل طالع ناعم جميل بتفاصيله زي الفل. ده برضو قالب كبير شكل تاني من السيليكون. طبعا كل الشغل ده بيتصنفر وصنفرة خفيفة، واذا كان في حاجات عايزة تتلقط مثلا حتة اتكسرت وانا بطلعها حتة كده ممكن بلقطها بنفس المادة الخام اللي انا عملت بيها، بعمل حتة صغيرة على قد الحاجات اللي عايزة تتزود او مثلا في فقاعة ولا حاجة وجدناها نعملها زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بتتعمل دهانات، هنعمل فيديو تاني نوري حضراتكم ازاي هندهن ونستخدم الدهانات في الاشكال الجميلة اللي احنا طلعناها. شكرا ليكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة. كان معاكم محمد امام، متنسوش الاشتراك في قناة الحكمة الساحرة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.